وليد عبد الهادي ابراهيم محمد اغا، اعمل في شركه بترا الصناعات الهندسيه بقسم الاماده سي ان سي منذ 7 سنوات. سمير خيري احمد نمر، اعمل في قسم الاماده قسم السي ان سي شركه بترا الصناعات الهندسيه منذ 13 عاما. عصام يوسف، اعمل فورمان في قسم المقصات في شركه بترا الصناعات الهندسيه منذ 17 عام. انا محمود الزواهره، اعمل بشركه بترا منذ 18 سنه. احمد جاد الحق، موظف في قسم الطعاجات، اعمل في شركه بترا منذ 20 عاما. انا باسل محمد عبد العزيز، رئيس قسم الدهان في شركه بترا للصناعه الهندسيه، اعمل في الشركه منذ 25 عام. تأسست شركة بترا للصناعات الهندسية عام 1987 بفكر استراتيجي من المهندس أسامة حسين، وكانت هذه هي التجربة الثالثة له في صناعة المكيفات في الوطن العربي، حيث كانت التجربة الأولى في الكويت، والثانية في الإمارات العربية المتحدة، والثالثة في الأردن، وهي النسخة الأقوى والأحسن. شركة بترا للصناعات الهندسية هي معجزة أردنية بامتياز. هذه الشركة بدأت 1987 ب30 فني ومهندس وعامل، وبهنجر واحد مساحته 3200 متر مربع. أما الآن فشركة بترا للصناعات الهندسية هي عبارة عن مصانع في منطقة المؤجر 80,000 متر مربع، و50 سوق عالمي، ومصنع مقام الآن في المنطقة التنموية في المفرق، منطقة الملك حسين التنموية في المفرق، ومصنع آخر في المملكة العربية السعودية. انضميت لشركة بترا بسنة 89، كنت من مجموعة المهندسين الأوائل اللي بدوا مع الشركة، وحضرنا طبعاً، أو كنا يعني يوم اجينا كانت التأسيسات الأولية موجودة، فإحنا بدينا في عملية الإنتاج. في العالم بتلاقي مصنع متخصص بالكويلات، ما بصنع إيش غير كويلات، إحنا عندنا موجود مصنع للكويلات يضاهي أي مصنع تاني موجود في العالم من الإنتاج، من ناحية الإنتاج بكل مراحله. في عنا مثلاً الجزء أو القسم اللي بصنع اللوحات الكهربائية، في مصانع في العالم قائمة على تصنيع لوحات كهربائية، ما بصنع غير لوحات كهربائية، فهو هذا مصنع ثاني. المصنع اللي بصنع الصاج، يعني كل عمليات تشكيل الصاج وكل عمليات المراحل اللي بمر فيها الصاج حتى يطلع بشكله النهائي، هذا مصنع متكامل.
في عنا كمان حقيقة خطين أو ثلاث خطوط للدهان اللي هو الفرن الحراري. برضو في العالم في مصانع بس هي وظيفتها أنها تدهن، أنت بتودي له الصاج بدهن الصاج وبسلمك إياه مدهون بس ما بيسوي إشي ثاني. فأنا حقيقة يعني بعتبر أنه الموجود في بتراء يعني هي عدة مصانع موجودة داخل مصنع واحد بتمكننا أنه ننتج قدر واسع جدا من العمليات الإنتاجية. بشتغل في شركة بتراء من سنة 93. شغلتي مبرمج كمبيوتر. أي وحدة تكييف تتكون عادة من جزئين، وحدة داخلية وحدة خارجية. لما يجي يركب الوحدة الداخلية والخارجية لازم يكون الوحدات أو الكومبوننت متناسقة مع بعض. أي شيلر أو أي حاجة بيطلع قبل ما يروح للإنتاج وقبل ما يروح للديزاين يجب أن يتم عمل تكنيكال داتا تبعته، التقرير تبعه يطلع بالضبط كل المعلومات. إذا المعلومات متناسقة مع بعض بيبدوا يصنعوا فيه الطريقة هذه، قبل هيك لا. بدأت الشركة في سوقين فقط سنة 1987 هما العراق والكويت، والآن تبيع الشركة في 50 سوق تقريبا. معظم هذه الأسواق في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط وكذلك في أوروبا وأمريكا. بداية بتراء المفرق، بداية الأعمال الإنشائية كانت حدود سنة 2006. بداية العمل الفعلي فيها كان في 1/4 بداية الإنتاج، في 1/4 سنة 2011. بتراء المفرق مختص في اللحظة هاي بتشكيل الصاج اللي بيشكل الهيكل تبع الماكينة. طبعاً القوالب هي التي تشكل الصاج، يعني كل عمليات تشكيل الصاج عندنا بتتم بواسطة القوالب، بواسطة الكبس، بالإضافة للمكابس. يعني بعد تشكيل الصاج دهانه والهياكل المعدنية الفولاذية تاعت المكائن كلها بتم تصنيعها في بتراء المفرق. في موجود في بتراء المفرق مجموعة ضخمة من المكابس وآلات الخراطة والقطع والتشكيل. والأهم من هذا إنه إحنا بنقوم بتصنيع القوالب الخاصة بهاي المكابس بأنفسنا. يعني عادة بقية المصانع تستورد القوالب جاهزة من الخارج، بينما إحنا أي قالب بنحتاجه بنقوم بتصنيعه بالكامل في داخل هذا الهنجر. هاي نواة بتراء المفرق. بتراء المفرق الآن هو مكون من 5 هناجر، مساحة كل هنجر 5000 متر مربع، مجموعهم 25,000 متر مربع. هذه الشركة، شركة بتراء للصناعات الهندسية، هي قصة نجاح أردنية بامتياز، حيث أصبحت الأردن على خارطة العالم بالنسبة لصناعة المكيفات. لقد أصبحت مواصفات شركة بتراء للصناعات الهندسية توصف من قبل الاستشاريين
في القارات الخمس، ويعود هذا إلى المبدع الأردني المهندس أسامة حسين والفريق الذي يقوده المهندس أسامة حسين من مهندسين ومصممين أردنيين استطاعوا أن يصمموا أرقى المكيفات في العالم ويصدروها إلى جميع أنحاء العالم.